السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه شيوات كوزينتي. اليوم ان شاء الله الى حين الله غادي نديروا الطاجين ديال الغنمي بجلبانه وشامبينيون اللي غادي نحتاجوا ليه. عندي هنايا 400 غرام ديال الغنمي، عندي هنا كيلو ديال الجلبانه، عندي نص كيلو ديال الشامبينيون، بصله، في الإقامة غادي تخصني الملحة والإبزار، سكنجبير، ضمة ديال الزعفران، وواحد الضص ديال الثومة قطعته طريفات صغار، معدنوس مقرط، شوية ديال الزيتون، وكاس ديال زيت العود. في الطاجين غادي نديرو الزيت، غادي نديرو البصلة، غندير الملح وشوية الملحة وشوية ديال الإبزار، غنخلطها مزيان غير باش تشرب الملح والإبزار. غادي نردها هكا، غادي ندير اللحم. هذا الطاجين شوية مغاير على الطواجن اللي كنديرو، بما ان كاين شامبينيون موجود هاد الايام هو الجلبانه، الواحد يبدل شويه على الطواجن المعتادين اللي كنديرو. نديرو هاد الطاجين بحال هكا، نزيد شويه ديال الملح هنايا فوق من اللحم، الابزار، ونخلطهم. غندير الجلبانه وغنجيب الشامبينيون، غادي نستفو، هاديك الإقامة مع التومة درتهم في كاس ديال الماء، غنحركهم مزيان. وغادي نخوي على هنايا على الجناب، غندير الزيتون. الزيتون اختياري، الا ما بغيتوش قدروا انكم ما ديروش في الطاجين، مي كيعطي ديك البنه زوينه ديال المروره ديال الطبيعه. الوغ من بعد ما درنا الزيتون غادي ندير هنايا الربيع من الفوق، الطاجين ديالي ان شاء الله ها هو وجد. غادي نغطيه بالباكي الومنيوم، انا كنطيبو في الفران، الفران ديجا انا مسخناه على درجه الحراره 180 درجه، غادي نخليه ما بين ساعه حتى ساعه ونص غير بما طيب الجلبانه ويطيب اللحم، وغادي نقدمو ان شاء الله الطاجين بالصحه والراحه.